حوالي 200,000 شخص شاركوا هذا السبت في مراسم تشييع 50 من أعضاء فريق تشابيكوينسي البرازيلي والذين لقوا مصرعهم في تحطم الطائرة البوليفية في كولومبيا يوم الاثنين الماضي. مراسم التشييع غلب عليها الحزن والأسى وودعت خلالها الجموع الغفيرة الحاضرة الفريق الذي كان متوجها إلى كولومبيا للمشاركة في نهائي كأس كوبا سودا أمريكانا. رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم قال: كونوا أقوياء تشابي وأبطالا إلى الأبد، كلنا برازيليون وكلنا تشابي كوينسي. عائلة أعضاء الفريق وعدد من أصدقائهم جابوا الملعب الذي احتضن مراسم التشييع وتقاسموا هذه اللحظات الصعبة مع عشاق فريق تشابي كوينسي. أحد مناصري الفريق قال: لقد كانوا لاعبين رائعين وكانوا دائما يساعدون الناس في كل ما يحتاجونه، لا أملك كلمات، فالمشاعر هي سيدة الموقف حاليا. تشابي كوينسي كان كل شيء بالنسبة لنا. وهكذا ودع البرازيليون فريق تشابي كوينسي في انتظار أن يتعافى ثلاثة من لاعبيه يتواجدون في حالة حرجة لكن مستقرة نجوا من الحادث.